مرحبا بكم يا أطفال، اليوم سنقوم بحوصلة لما درسناه من جميع الخطوط، لذلك سنقوم الآن بدراسة أنواع الخطوط أو مراجعة أنواع الخطوط بعدما تعلمنا كل نوع من الخطوط لوحده. باش نبدأ احنا مرة الأولى بالخط الأول، وما هو الخط الأفقي؟ الخط الأفقي احنا تعرضنا قبل للخط الأفقي وقريناه كدرس وحده. احنا اليوم باش نعملوا مراجعة لأنواع الخطوط اللي تعرضنا لها. اول حاجة باش نبدأ بالخط الأفقي. كيفاش يترسم الخط الأفقي؟ كما قاعدين تشوفوا توا، هذايا الخط الأفقي. باش نتبع أنا النقاط متاعي، هذا الخط الأفقي. نكمل نتبع لهنا، زادا الخط الأفقي. شنو مازال؟ زادا باش نكمل نتبع لهنا، هذا هو الخط الأفقي. أصدقاء الصغار اللي باش تلقاوه توا أنا نخدم فيه، باش تلقاوه موجود، نجموا تطبعوه وتكملوا انتوما التمرين. انا خدمت هذا الخط، هذا والخط، هذا والخط، هذا. انتوما باش تكملوا بقية الخطوط. باش نتعداو للخط الاخر اللي هو اسمه الخط العمودي. نعم، الخط العمودي. كيفاش يترسم الخط العمودي؟ الخط العمودي يكون واقف هكا، معناتها هذا الخط العمودي، وكيبدا راقد هو الخط الأفقي. هذا خط عمودي. أحسنتم يا أطفال. أنا توا باش نتبع الخط العمودي. الخط العمودي يبدا واقف كيما العصا، كيما هكا. هذا يسمى الخط العمودي. انا باش نخليكم بقيه الخطوط باش تكملوها انتما وحدكم في الدار. توا باش نتعداو للخط الموالي. ما اسم الخط الموالي يا ترى؟ الخط الموالي هو الخط المائل. الخط المائل احنا شفنا توا، هذا خط عمودي وهذا خط أفقي كما هكا. كيفاش باش يكون الخط المائل؟ باش يكون هكا، معناتها لا هو راقد ولا هو واقف، باش يكون مائل كما هكا بالضبط ما بيناتهم الزوز. احنا توا باش نشوفوا الخط المائل. احسنتم. انا توا باش نكمل نعمل السطر الاول، نكمل الخطوط متاعي وانتما باش تكملوا بقية الخطوط في المنزل. هكا هذا يسمى الخط المائل. احسنتم. انتم من بعد باش تكملوا هذوما باش تكملوا هذوما. بعد هذا احنا باش نتعداو للخط المنكسر. احسنتم يا اطفال. احنا قبل تعرضنا الى الخط المنكسر وقريناه بالباهي. هذا ماذا يسمى؟ اعيدوا معي يا اطفال. الخط المنكسر. احسنتم. انا تو باش نعاود نتبع النقاط متاعي كما وصيتكم قبل. نتبعوا النقاط بكل انتباه وما نخرجوش عن الخط. هكا كما الجبال، الجبال كي نرسموها نرسموها هكا بخط منكسر. هذا الخط يسمى الخط ما هو؟ المنكسر. أحسنتم يا أطفال. سنمر الآن إلى التمرين الموالي، ولا تنسوا تتبع بقية الخطوط في المنزل. التمرين الموالي يا أطفال ماذا يقول؟ يقول أحيط الخط المنحني بخط مغلق. احنا توا باش نقوم بمراجعة الخط المنحني. ما اسم الخط؟ الخط، نعم أحسنتم، المنحني. أحسنتم يا أطفال. شنو باش نعملو توا؟ باش نقومو ب نعم إحاطة الخط المنحني بخط مغلق.
ما هو الخط المغلق في بادئ الأمر؟ الخط المغلق هو يشبه الدائرة، بمعنى هكذا سأحيط الخط المنحني بالدائرة كما هكا بالضبط. فهمتوا توا يا أطفال؟ هل هذا خط منحن؟ نعم أم لا؟ نعم، أحسنتم يا أطفال، هذا خط منحن، لذلك سأقوم بإحاطة هذا الخط بخط مغلق. وهل هذا الخط هو منحن؟ لا، أحسنتم. وهذا الخط الأحمر يا أطفال، هل هو خط منحني؟ نعم، أحسنتم، إنه ليس خط منحني، وإنما هذا هو خط أفقي. لننتقل إلى الخط الأخير، هل هذا خط منحني؟ هيا أجيبوا 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 يا أطفال. نعم، أحسنتم، لنحيط هذا الخط المنحني بخط مغلق. لقد أنهينا التمرين بنجاح، هذا خط منحن وهذا خط منحن، أحسنتم. لنمر إلى التمرين الموالي. ماذا يقول يا أطفال؟ ألون الخط المغلق. أين هو الخط المغلق يا أطفال؟ هل هذا أم هذا؟ أم هذا يا ترى؟ أم هذا؟ لنفكر معا لنعرف أين هو الخط المغلق. في بادئ الأمر سأختار قلم التلوين، ها هو قلم التلوين يا أطفال. هل هذا خط مغلق؟ لا، هذا خط منحن وهو خط مفتوح. وهل هذا خط مغلق؟ طبعا لا، فهو مفتوح من هذه الجهة. وهل هذه النجمة هي خط مغلق؟ نعم، انظروا إنها مغلقة من الجهات. أحسنتم يا أطفال، الآن سأقوم بتلوين هذه النجمة. لقد أنهيت التلوين يا أطفال، هذه نجمة الصفراء قمت بتلوينها باللون الزهري. هل يوجد خط مغلق ثان؟ أين هو؟ أين هو يا ترى؟ أين 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 أين؟ هيا فكروا يا أطفال. نعم، إنه هذا الخط وهو على شكل دائرة، لا يوجد أي خط مفتوح، إذن هو خط مغلق، لذا علي بتلوين هذه الدائرة بلون أختاره. ماذا سأختار يا ترى؟ سأختار اللون الأزرق وأبدأ الآن بتلوين. لقد أنهيت يا أطفالي تلوين الدائرة الحمراء باللون الأزرق، إذن النجمة هي خط مغلق، لذلك قمت بتلوينها، والدائرة أيضا هي خط مغلق، لذلك قمت بتلوينها. لقد قمنا أصدقائي الأعزاء بمراجعة درس أنواع الخطوط. لنلتقي مجددا في درس آخر، إلى اللقاء.